وحادي بادي حادي بادي هي ماشية بشكل عادي كله بيسلم لكله كله غصب ولا إرادي حادي بادي حادي بادي هي ماشية بشكل عادي كله بيسلم لكله كله غصب ولا إرادي. أصعب سؤال كان بيواجهني الاختيار، شبر مية كان كفاية إني أغرق. أيوة مش بنكر، لفترة قريبة كنت أخاف من التجربة، كنت أخاف جداً يا عالم إني أبدأ. كنت أتوه في حاجات بسيطة، حاجات عبيطة، كنت أقف ساعتين أفكر ألبس أسود ولا أزرق. ابتدى الموضوع معايا يزيد شوية، حبة حبة يزيد ويكبر، وابتديت أصحى وأفكر إحنا بنعيش الحياة دي مرة واحدة مفيش إعادة. السعادة اختيار، الإرادة اختيار، حتى حزنك أو دموعك، انكسارك أو خضوعك اختيار. ناس سابتني وناس خانتني وناس كتار مشيوا من أول قرار اللي هو طول ما فيه في القلب قوة يبقى واجه، يبقى تتحمل نتيجتك، شوف حقيقتك. طول حياتنا الصح باين، الزمن ما خدعش فينا، كان صريح وما كانش خاين. احنا خفنا اللي عمانا، جهلنا هو اللي خنا، المكابرة اننا الصح دايما، حاشا لله احنا نغلط. الحقيقة اننا اطفال بتشبط في أي حاجة، أي حاجة نداري بيها سوء اختيارنا. مرة بنقول الظروف، مرة بنقول القدر، مرة بنقول النصيب. سلب إرادتنا بعدنا، واللي أصعب واللي يوجع واللي يقهر إننا مش وحدنا بندفع تمن سوء اختيارنا، بيدفعوا برضو ولادنا. هي دايرة، هي دايرة مسلمة على بعضها، بس في فرصة نقف وأقدر أحدد. لما أقرب من صحابي اختياري لأنه كان سهل إني أبعد، لما خدت بإيد عجوزة تعدي شارع اختياري، لما بوست إيدين أبويا اختياري، لما صرت على حياتي عشان عايزها تبقى أحسن اختياري، إن مهما الدنيا تعمل صعب جداً إني أحزن اختياري، إن ألاقي نفسي مطرح وإن وسط الحزن أفرح، وإن أقع وأقوم وعدي ووسط بلدي أكون وأنجح. مش نهاية الدنيا يعني لما أغلط في اختيار، لسه عندي الفرصة صلح عيد حسابي واخد قرار. لو ما دقناش الهزيمة مننحى نعرف الانتصار، لسه عندي معاد يا دنيا عندي بكرة جاي قصادي، وحادي بادي حادي بادي لسه بكرة جاي قصادي، بس ليه هستنى بكرة أقدر أبدأ من السعادة. وحادي بادي حادي بادي لسه بكرة جاي قصادي، بس ليه هستنى بكرة أقدر أبدأ من السعادة. وحادي بادي حادي بادي لسه بكرة جاي قصادي، بس ليه هستنى بكرة أقدر أبدأ من السعادة. وحادي بادي حادي بادي لسه بكرة جاي قصادي، بس ليه هستنى بكرة أقدر أبدأ من السعادة. الله الله عليك يا عبد الله شاعر. حادي بادي كرنب زبادي شالوا وحطوا كله علادي. شفتوا بقى ازاي عم ايوب لخص المأساة السياسية اللي احنا فيها؟ عرفتوا ليه احنا سلبيين ومش عاجبنا اي حاجة؟
لأننا مش بنشارك في أي اختيار. النظام زمان كان معتبر أن مهمته الرئيسية يحيلك أنك أنت بتختار ويخليك منعزل عن أي اختيار مهم في البلد. أنت لو اهتميت وحرقت دمك مش هتغير حاجة برضو، فتاخدها من قصرها وبتكبر دماغك. أنت مش هتهتم إلا إذا كنت جزء من الموضوع، جزء من آلية الاختيار، جزء من العملية السياسية، وكمان لو كانت ليك مصلحة في اللي بيحصل. لكن طول ما أنت على الهامش هتفضل ريشة في الهوى. أنت مطلوب منك إنك تختار، لكن اعرف هتختار إزاي، والحكومة تعرف إنها لازم تختار صح. لكن للأسف أسس الاختيار هي اللي غلط. في الاختيار للمسؤولية لا تختار من تحبه، بل اختار من تحترمه. لا تختار من أعطاك هدية، بل اختار من سيكون في موقعه أكبر هدية للوطن. اختار من تختلف معه واتثق أنه سيفيد في موقعه. عشان بقى الأزمة تحل، عشان يبقى عندنا ثقة في تحمل المسؤولية واتخاذ القرار، لازم نبتدي من بدري قوي. لازم كلنا نبتدي ندي أطفالنا حرية أنهم يختاروا، مش نفرض عليهم اختياراتنا. علموهم أسس الاختيار، ما تعلمهمش حادي بادي كرنب زبادي. إحنا شعب ممكن يتبارى مع شعوب العالم. خد قرار في الاختيار. اختار كأب إنك تحافظ على أسرة لا تهدم. اختاري كأم أن يكون دورك الأول هو تربية أبنائك. والمعلم عليه أن يختار أن يكون معلم ذا ضمير فيصبح قدوة. والحاكم عليه أن يحارب الفساد والوسطة والمحسوبية والرشوة لكي يصبح قدوة. المهندس يصبح قدوة، يتخذ قرار أن يبني معماراً ذا ذوق عالي. الطبيب يتخذ قرار باختيار أن يكون طبيباً ينقذ حياة مريض. الأطفال، أطفالنا ياخدوا قرار من أولى ابتدائي، ياخد قرار أن يكون عظيماً. لو عملنا كده هيبقى فعلاً أعزائي المشاهدين مفيش مشكلة خالص.